باش تبني دار في تونس قداش يلزمك فلوس؟ معناها ده لك برشا، يمكن 200 برشا برشا 200 مليون 200 اكثر، اي هكاك اكثر حتى شويه 500 مليون اي توصل، توصل دار تبدا فيلا كبيره وكل توصل، علاش ليه؟ خاطر غاليه برشا. تبني دار باهيه 120 مليون ما قالش. متفائله برشا انت، 120 مليون يبدا عندك التراب راه. بالتراب انت قلت لي لا تراب حط له 100 اخرى. معناها في الزون تاع 250 تلقى دار باهي. 150 مليون تبني دار. تبني دار. اي وما شنو راك ماكش الدار باش تعمل فيها من عشان ايتاجات حاجه باش تسكن وكهو. اما توكي حسب ما ترى مراني كل شيء يطلع الفوق، ما فماش حاجه اللي حاجه اللي تشجعك، فهمتني؟ انسان يخلص 600 700 و800 دينار ينجم يفضل باش يبني دار؟ لا امبوسيبل، توا في وقتنا توا ما يخلطش. ما يخلطش توا، بالنسبه لتوا شكر السيمين ب 14500، شو باش يعملوا له بلا؟ البني نهارو ب 50. والخدام نهارو ب 30 وب 35 خاطر انا قاعده نبني ديجا ونعرف. انت باز تحت على خزنه؟ لا لا عندي توا تعرف من 2005 وين نبني لتوا مازلت ما كملتش. قداش من عام؟ 17 سنه. تبني في دار؟ نبني في داري، ما وبنيت معناها دار اللوطه وقاعده نبني فوق. دار عاديه ولا قصار؟ دار عاديه ليه وخاتي ماهيش قصار، اش خاصك نجي قصار؟ باهيه فيلا باهي. معناها تساكن موش لوكس. عادة باهية محترمة. تهز عائلة. إي، بصا ديبو أنت والبلاصة راهو معناها أنت والتراب وكل شيء أنت والبلاصة. التراب شريته من قبل؟ شريته من قبل، شريته 3 سنين قبل. أيام الغفلة. أيام الغفلة وقتها شريته تسمى غالي وقتها، شريته ب 160 المتر. وتوا بقداش؟ توا بحذايا بمليون. ميرادس. ما كان ما تبديش تاخذ 3 ملايين ما تنجمش تعمل دار تبنيها كيما تحب أنت. أنا ولادي وقتها صغار. كنت نجم تغلبهم باي حاجه سوا في اللبسه سوا في كل شيء. توا كبروا، ملي كبروا وليت ما عادش يلبسوا كي قبل، ما عادش يرضوا باللي شيء، ما عادش يلبسوا لبس الفريب ولا يحبوا على السيني ويحبوا على الواح. دونك توا بالدار الفوقاني قاعده عندي برشا نبني فيها ما وصلتش خاطر الاولاد كبروا. ما عادش ملحقه معناها؟ ما عادش، لا ما عادش نلحق. برشا توانسه توا الشهريه نتاعهم 600 700 800 دينار ينجموا يوصلوا؟ هذوك متصور انا ياخذوا لي برتمانات اللي خلصوهم بالشويه يمكن يلحق ياخذ شي دار، يعني يقصوا له مستر شهري وما ينجمش، راه 600 700 ما ينجمش. هل هما يخرج لبرا من تونس مثلا، يخرج من العاصمه برشا يلقى شي شويه تراب رخيص، معناها واحد يعلم ربي كيفاش بناه. قوم انا قرود ونفضلوا شويه ونبنيو بالبارتي، نحضر انا سكنت اي انا سكنت فيها مثلا مازلت ما زلستهاش، قعدت لميت لها نتاع عام ونص، لميت لها نتاع الزليز، وبعد لميت لها نتاع الفايونس. هكاك باش وصلت. انت حتى يخلص الضوء والمي، انت اش باش يبني؟ يخلص المي والضوء، وزيد شوف معناتها ماكلة ولاده، وزيد شوف الماكل العيد اللي يخلط عليه، زيد شوف المناسبات، عباد راهو شعبنا احنا بصراحة، إذا كان المسؤولين الكبار ما يسخفوش على الشعب. كلكم راع وكلكم مسؤولون على عن رعيته، مش يحاسبهم ربي. ينجم يبني قيتون بعد حرف الشط. انا باش نعطيك تجربتي، عمري 72 سنه، عام 76 شهريتي 97 دينار و800، وكان ثم الكنال اللي توا البياج الصندوق الوطني للسكن نحط 80 دينار في الشهر، وعشت ب 17 دينار 4 سنين، عملت لي بارن نتاعي 4 ملايين، خذيت قرض ب 8 ملايين، والبرتمان ب 13 مليون و900 خذيته في سبتمبر 81. بعته 2001 وسكنت فيه 20 سنة ب 10 مرات سومو، بعته ب 130 مليون، فهمتني؟ معناتها باش تشوف الفرق وقت اللي كانت شهرية 100 دينار دخلت باش تشري برتمان، توا بمليون ما تخلطش باش تشري نفس البرتمان، على خاطر معناتها السوم المسكن فوا 100 وشهريه فوا 10، شهريه كانت 100 دينار ولات مليون، البرتمان اللي كان ب 10 ملايين ولا ب 100 مليون، البرتمان اللي كان ب 100 مليون ولا 500 مليون، وهذا وين المعادله اللي ما ثماش انسان تو يصور 3 4 ملايين ما عادش ينجم يخلط. شريت لوت تيران عام 90 على 45 دينار توا 650 دينار، معناتها شوف الفرق الشاسع، معناتها بحيث الشبيبه نتاع توا ربي معاهم. ارجع 10 سنين التالي انا مثلا موظف ومرتي موظفه، يعني بنينا بصعوبه، شرينا قطعه تراب وبنينا وخذينا قروض وكذا باش بنينا، اما الناس اللي توا باش يبداو اللي هما موظفين، مش نحكي عن الناس الاخرين توا،
معناتها باش نحكي على موظفين وزوز شهيري وشهيري محترمه، مش محترمه بقياس ببقيه يعني الناس اللي ما تخدمش وكذا. ما نجمش يشري ترا خاطر اقل متر في تونس توا ب 300 دينار، يعني كي يشري 300 متر ولا 200 متر معناتها 60 مليون. اخي هو الموظف يعطوه 60 مليون اصلا، هو الاستاذ انا استاذ مثلا ما يعطوني 60 مليون. تنجم تشبه شريت تراب نقولوا انت عملت شريت تراب وكذا، اي باش تبني ماك تستنى حتى يوفى القرض هذاك ولا ياخذ قرض ياخذ، وهو في الحديد والسيمين والتراب والجرافي فيش العام ثلاث اربع مرات يزيد، معناتها مش مره مثلا في العام لا، وزيادات عجيبه وغريبه. دونك بالنسبه للبني انا نشوف فيها تونس قلت حاجه مستحيله، حاجه بريسك مستحيله، معناتها حاجه في الاحلام يعني واحد بشوي عنده دار في تونس توا يعني حلم بعيد المنال، معناتها ما نقولوش معناتها نقولوا ما نقولوش مستحيله ما بعيد برشا معناتها بالحساب. قلت لي انت موظف وزوجتك موظفه وبنيتوا دار في ظروف صعيبه على الاخر، قداش قعدتوا تبنيوا فيها؟ الحقيقه انا بقيت كيري سبع سنين، شريت تراب وبعدين بقيت نبني يعني كملتها تنجم تقول عام اللي فات. سبع سنين. سبع سنين. زوز شهاري. زوز شهاري والمرأة بتاعي تخدم في التليكوم وانا هاني استاذ معناتها فهمتني، يعني خدينا زوز قروض ولا ثلاثه وعندي طريف تراب في البلاد بعتهم. باش نجمت تبني. باش نجمت نبني ونعمل دار لايقه فهمتني، بون كنت نجم نعملها مثلا ماهيش اوتقام معناتها عاديه كنت نكمل في، ولكن هي كيما يقول نقولوا الكبار هي قبر الحياة، معناتها الواحد باش يعمل دار يعمل دار باهي لأولاده كي ينجم فهمتني. دونك يعني بصراحة يعني الوضعية صعيبة برشا برشا برشا. ما نجمش مسكين كيفاش حتى بالقروض يسخف، لا تونس ياسر تعبة. أنت بنيت ولا كارية؟ والله الحمد لله أنا شارية، شريت أنا الحمد لله. شريت وقت الغفلة يظهر لي. أنا وقت الغفلة، أنا وقت الغفلة برشا خذيت معناها يا ربي سبحانه، أما توا ما نجمش ناخذ دار خاطر مصروف برشا. فهمت، واحد يصرف يصرف بصفه غريبه راه كي يجي يحسبها يصرف الشهر زوز ملايين ثلاثة ملايين في السيف، اللي انا معناها قد قد فهمت، خلي اللي مسكين اللي ما عندوش ما ينجمش يصرف ما ينجمش فهمت. انا ايامات الغفله خذيتها كما قلت انت معناها ايامات الغفله وكاو توا باش ناخذ دار لا ما نجمش جامي ناخذ دار. موضوع ونساووه برشا توانسه باش تشري دار ولا باش تخاف؟ نساووه برشا توانسه كاينين برشا، ما توا اللي توا اللي عرسوا مساكن هاكا كاينين فماش كلهم ديجا مزات حضرت الوحده مسكينه كاريه، مالا كاريه باش تموت ما تسكنش ما تعرسش، ما نجمي باش ياخذ توا دار بالقروض ويعذبوها وينقصوا الشهريه. تونس تعبه من الاخر، ربي ان شاء الله معناها نحن عايشين برحمه ربي سبحانه. اسوام الكريش قولك فيها؟ غاليه برشا 800 دينار 700 600 ابو بريد، ارخص دار 500 600 مساكن يسر نورمال محترمه باهيه ولا كيكه برا؟ 600 محترمه 500 محترمه كيكه برا كيكه في بلاصه ما تهزش عائله، صدقني لا تهز عائله، عائله جامي معناها تكري دار معناها ب 500 صدقني لا لا، خلي عاد ما نحكيوش البلايص الاخرين مليون و200 مليون و500 من المنازل الفوق هذيك من المليون. الكري يعني ثم بلايص فيها ب 400 وثم بلايص فيها كل انسان وين يحب يكري فهمتني. 400 تنجم تهز لك عائله في بلاصه باهيه. رواد وفي بلايص موجوده ومش خايبه معناتها، صحيح الكري غلا برشا. وحتى ال 400 مش قادر عليها التونسي هو اصلا يعني خاطر ثمانية تخلص في 600 هو يخلص 600 ويكري ب 400 باش نعطوا الامور بعدها بالصحيح معناتها. اليوم برشا شباب يقول لك لا عاد باني لا عاد شاري لا عاد عامل شيء، هو ما عادش هذاك هو حتى المراه ما عادش باش ياخذها لك فهمتني، جعلوا يشري السواقر اللي له هو، جعلوا يصرف على روحه، جعلوا يمشي يعدي من عرشين حتى نهارين في البحر فهمتني ولا؟ ها؟ بالحق وين الشباب اللي مش نجم يعمل حاجه؟ الحل يرخصوا شويه مساكن، حتى البني ياسر غالي، بختون انا خويا توا قاعد يبني باهت في البني، ياسر البني ياسر غالي، يرخصوا الاسوام نتاع ياسر غاليه، الاسوام نتاع البني بصفه غريبه. تراب غالي، مواد بنايه غاليه. غالي بصراحه، فما ناس ما تقدرش فما عبيد، يا اخي بربي اللي باش تخلص، فما ناس تخلص 400 راهو، فما ناس 500. فما ناس حتى 300 فهمت، معناها كيفاش باش تبني وين مساكن يسخفوا معناها ياسر ينقصوا شويه في الاسعار سورتو البني. توا التوانسه توا ملوا من حكايه البني وملوا من الحكايه هذه اللي عملت ستريس كبير برشا،
نحن تربينا على انه كل واحد يعمل دار معناتها ما فيش تو باش نمشي العقليه جديده اللي هي شنو يلزم تاقلم على الواقع الجديد نكري ونعيش وهكا هو يعني ما عنديش حلم يعني باش نبني دار انا ما نشوفش حل معناتها بالقدره الشرائيه وبغلال المعيشه فهمتي معناتها ثم دي رابور اللي واحد يعملهم يفهم بهم اللي كيخلط يعمل الكريه باش يتفرهد وتو الكل ماشي في المصروف برا شوف الليل في قمرت وفي في الواحد الناس كل اللي تصوروا على خاطر نحى من مخه مساله الكريه والشريان وهذا كل نحاه من مخه واحنا جينيراسيون تاعنا عاوننا والدينا قمنا برواحنا وخلينا وليداتنا في معناتها المسكن اللايق اللي باش نجموا باش ما يتعبوش بقيه حياتهم هذا هو وتو اللي ما خلولوش والديه ولا ما عندوش حاجه اللي ورثها معاه ربي معاه ربي تو في انجلترا ثمك لي كونتينر هذوكم تو اللي في البرت مطيشين ياخذوهم يدهنوهم نرجعوا لحياه القصديريه ما ثماش حل اخر ما ثماش خاطر خذ مقدرته شرائيه ما تسمحش او تو يجي يشوف بعض استادرات الناس كيفاش تبني عشوائيا والحكومه مش متلفتت لهم جمله واحده ولا كياسات لا زقوات لا ضوء لا ماء لا غاز لا حتى شيء نرجع للقيتون هاك برا شوف برا شوف بعض على اللوتوروت رادس كيفاش يبني فهمتي ولا متلفت لهم حتى حد ولا موقفهم حتى حد ولا مخلينهم يعبثوا بالاراضي اللي بعد اللوتوروت